بسكويت الشوفان أكتر من رائع. نطحن الشوفان، ممكن نجيب الشوفان جاهز، دقيق الشوفان نجيبه جاهز، 1 كوب من دقيق الشوفان، نص كوب من عجوة التمر، ربع كوب ماء، ربع كوب من الزبدة. نوضع الزبدة والماء بالوعاء على حرارة متوسطة وبندوبهم مع بعض. نوضع كل المكونات، نرفع الوعاء عن الحرارة تقريبا، الموضوع كله ما بياخد 3 دقائق. هيك أصبحوا جاهزين. انسجموا المكونات كلها مع بعض، نفردهم على ورق زبدة، نشكلهم بالشكل اللي احنا بنحبه. عند أكثر من 500 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، اشترك حتى يصلكم كل جديد. نشكلهم ونقطعهم بالشكل اللي احنا بنحبه، نحمل الفرن على 180 درجة مئوية بالرف الأوسط، تأخذ تقريبا 15 دقيقة يجب مراقبتها، يختلف من فرن لفرن. شايفين كيف هي أكثر من رائعة. صراحة أكثر من روعة، أتمنى أن أنتم تجربوها، تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كثير بهمني. يا أمان الله.